الو امان، اهلا. ايه ده بسرعه كده؟ يا بنتي عقالي النهار لسه ما طلعش. طب استني بقى لما اولع السيجاره للقرار المفاجئ ده. كمال عارف؟ لسه نايم، وحتى لو صحي ما اعتقدش انه هيهتم. كمال اتغير يا ميرفت، ما عادش كمال اللي كنت اعرفه. اسمعي يا بنتي هبل، كمال هو حياتك ومستقبلك، محمود ما حلتوش حاجه دلوقتي. اعقلي. خلاص تعبت من الحيره والتفكير، انا قررت اجرب حظي المره دي. الرحله دي هتلخبط لك حياتك. استني ما تقفليش. امال، طب مش تصحينا اوصلك على الاقل؟ ما حبيتش ازعجك، قلت اخد تاكسي. تاكسي في الساعه دي؟ معقول؟ المفاتيح على مكتبي، روحي طلعي العربيه ودقيقه واحده هحصلك. ايه التضحيه دي كلها؟ ايه اللي حصل؟ قلبي مش بيطمن يا امال للرحله دي. ليه؟ ستات مع بعضهم حبوا ياخدوا اجازه من روتين حياتهم ويتفسحوا سوا في اسوان. غلط ده؟ مش غلط، لكن ما يطمنش. على العموم دي فرصة عشان تفكر كويس واحنا بعيد عن بعض. شمال. ليه؟ انت مش رايحة المحطة؟ هفوت على ميرفت وهنطلع من هناك سوا. هتغيبي كتير؟ مش عارفة. هتوحشيني. ما تتعبش نفسك. فاكره نفسي كنت جاي بدري؟ انا بقى طلعت اشطر منك، طول الليل مستني في البوفيه. بجد؟ تعالي اسالي الجرسون، من ساعه ما قلت لي في التليفون انك هتسافري معايا وانا مش على بعضي. يلا. دلوقتي زمان مكتبه المتحف فتحت، ويكون اسماعيل بيه شرف، نروح ناخد المراجع اللي ناخدها معانا. يلا. خلصني بقى يا اسماعيل افندي، هتقعد تقلع في جاكيته سنه؟ ليك حق، ما انت في متحف. يا اخويا مستعجل على ايه؟ انت بقالك سنين نايم على البحث ده ومش عايز تعمله. بذمتك ايه اللي فكرك؟ ها؟ يا راجل يا لوكعي خلصني بقى. خد المرجع ده كمان معاك، هينفعك. انا عارفك هتموت ان ما كنتش تعرف ايه اللي رجعني للمشروع ده. بذمتك مش ليا الحق. واحد زيك بقاله سنين ضاربها صرمه وعايش على القرشين اللي بيقولوا من الحراسه. ايه اللي رجعك تاني للشقه بتاع الابحاث والمراجع وواجع الدماغ ده؟ بحب يا اخي، اخيرا لقيت حاجه في البلد تستاهل ان اتعب عشانها. وزي ما حضرتك شايفة كده، حضارة عريقة عمرها 7000 سنة، تاريخ كله إيمان. على فكرة إحنا أقدم شعب عنده قيم روحية. شايفة عملنا إيه لما كنا مؤمنين بصحيح؟ مش الكفر بتاع الأيام دي. شايفة
ايه؟ سرحت في ايه؟ لا ابدا. افتكرت كمال؟ كلامك فكرني بيه. ايام ما اتجوزنا كان دايما بيقول مش لازم نبص لورا. مصر لازم تبقى لقدام. والتاريخ تذكار وعبره. مش جداول بنعيش عليها. طبعا ايام المبادئ اياها اللي ملهاش دين. لكن دلوقتي كمال خلاص بقى من الرأسمالية الوطنية. متأسف انا ما اقصدش اجرحك. يلا بينا. خايف من الناس؟ انا ما اخافش من حاجه ابدا ما دام احنا سوا. وقبل ما نبقى سوا؟ قبل ما اعرفك كانت الدنيا لعبه بالنسبه لي، وانت اللي علمتيني افكر فيها. ايه؟ ما تخافيش، مهما بصيت مش هشوف غيرك. هشوفك دايما زي ما انت دلوقتي، وزي ما شفتك اول مره. لو سمحت ب25 قرش طوابع. هاتلنا فك. متأسفة ما عنديش. ممكن تاخدي طوابع بالباقي. ما فيش مانع. من فضلك ممكن تديني ب25 قرش طوابع؟ اتفضل. ثانية واحدة عدهم. 4 6 8 10 10 12 14 18 20 22 24 24 25 مظبوط كده. تقاوم الجواز ابدا. ده حتى الرجاله تقعد تعافر تعافر وبعدين تطب. ايوه يا ميرف، بس انت اتجوزتي كتير. حرام عليك يا شيخ، دي تالت مره بس. اشمعنى الرجاله ليهم الحق في 4 ستات؟ دول حتى بيتجوزوهم مره واحده. يا بكحة، يعني كنت عايزه تتجوزيهم مره واحده؟ يا ريت. يلا يا رجاء البسي فستان الكوكتيل وتعالي. طيب اوكي. شايفاكي مشغوله، انا همشي بقى. اسمعي، عاوزاكي تشوفي منير، انا متاكده انه هيعجبك، شكله يجنن بموت فيه. جواز ولا خطوبه؟ على فكره منير هيشترك بكره في الرمايه، يعني منه هيبقى غدا ومنه لعب. ازيك يا ميرفت؟ اقدر اقول مبروك؟ على ايه يا فندم؟ على الخطوبه. ميرفت قالت محمود صاحب منير خطيب يا امال. احنا قعدنا هنا مخصوص عشان تشوفينا، لكن منير بيلعب هنا. النهارده بيلعبوا على الحمام. ما كنتش اعرف ان محمود ما بيحبش يشوف الحمام وهو بيتضرب. عنده حق. ايه ده؟ طب خليك انت معاه بقى، انا رايحه اجيب منير. ميرسي، ما بشربش الصبح. على فكرة أنا عاوز أشكرك. على إيه؟ على التواضع. خليتيني أكتب لأصحابي. آه، بالمناسبة أنا خدت منك كام طابع. أنت لسه فاكر؟
انما دي صدفه غريبه قوي ان احنا نتقابل هنا. لا ابدا مش صدفه. انا دورت عليك لغايه ما عرفت الاقيكي. تعرفي زي دلوقتي في بلدنا تلاقي الحمام مال السما حوالين الابراج ومحدش ابدا يفكر ياذي. الناس لما بتبعد عن الطبيعه بتخسر نفسها. الدنيا بقت زحمه بقت زي الغابه والناس بقوا زي الوحوش. مش كل الناس. طبعا الا انا وانت. مش قصدي. صحيح المجتمع بيأثر في الانسان لكن برضو التأثير بيبقى نسبي كل واحد واصله. يعني مثلا يمكن ما تحبش تشوف الحمام وهو بيتضرب بالخرطوش لكن ده ما يمنعش طبعا انك تاكله مشوي ومحمر ومحشي بالفريك. خلاص العالم مشرف على الهلاك ومش هينقذه الا الحب. يا ابني بتروقنا بقى. الناس ما بتحب ومبسوطه يعني ولا مشرف على الهلاك ولا حاجه. وده اسمه حب. الحب يبقى لكل الناس للحياه كلها. خلي بالك يا امال الجدع ده تربي مقضي عمره كله في مدافن الفراعنه. الله يجازيك. اوعى يسرح بيكي. بذمتك يا امال الناس دلوقتي بتعرف تحب. ها سكتي ليه؟ اصل الحقيقه كلمه حب بقت سهله قوي. بقت وسيله لحاجات كتير ملهاش دعوه بالحب. وانت ايه رايك؟ انا بعتقد ان الناس فقدت القدره على الحب عشان ما عادش في حاجه بتؤمن بيها. جالك كلامي او ابتدى يسرح بيكي؟ صدقيني يا امال انا بتكلم جد. الناس دلوقتي بتضحك على نفسها. كل الرجاله وكل الستات بقوا زي بعض بالظبط. نفس الهدف نفس الطموح الفلوس وبس. في عالم زي ده فين تلاقي الحب؟ اشوفك عايشه معاه. انا ما بسرقش يا محمود. ايه اللي بتقوله ده؟ كمال غرقان في نفسه وبس. وانا ما خنتوش لحد دلوقتي ومش هخونه لحد ما اسيبه وانت عارف كده كويس. احنا الاثنين بنسرق سوا. اي حد يدخل دلوقتي لازم نستخبى كده ولا لا؟ طب تعالى نستخبى. تعالى انت ما قلتليش قبل كده ان عندك اولاد. عندي اولاد كتير ما تقدرش تعدهم. دي الاوضه بتاعتي انا وده العالم بتاعي. وفي الركن ده اتولد حبنا. تليفون نص الليل كل يوم بعد ما ينام تقعدي هنا وتكلميني واكلمك لغايه الصبح بس بالتليفون. تعرف يا محمود لما بطلبك من هنا بحس فعلا ان الاوضه دي مليان عليا ولاد حلوين خدودهم حمرا ولابسين حلو وبيكتروا بيكتروا وبيملوا حياتي كلها ضحك وسعاده. كل حاجه في البيت ده بتبعدني عنك. سنين كتيره عشتيها معاه هنا. سنين كتيره ملهاش اي قيمه. اديك شايف مفيش غير اللعب. كنت بستناك يا محمود. يبقى لازم نمشي من هنا. نفسي ابقى الراجل الوحيد في حياتك. امال امال سيبيه وتعالي معايا. ونروح فين؟ ايه رايك في البيت الصغير ده؟ بيت على العجل بس بيتنا لوحدنا محدش يقدر يشاركنا فيه. وبكره نوسعه ونكبره ونملاه ولاد حلوين اللي بتحلمي بيهم.
خلي بالك ده مش حلم، ده ممكن يبقى حقيقة. التانية ده يا تسمو فكرني ان احنا في قطر. ما احنا فعلا في قطر. كنت فاكر اني في الجنة، وكنت فاكرك حورية، ولا انت ايه؟ ها؟ انا عايز اعرف انت ايه؟ انا ست زي كل الستات. انت مش زي كل الستات، انت الحظ، المجد، وجايز العذاب. انت الامل والوهم. تعرفي وانت معايا بحس ان العالم كله خيال وانه مش موجود. تعبت من الخيال يا امال، عايز اعيش فوق الارض. عايز تفسد الحلم الجميل اللي احنا عايشين فيه. انا عايز نبقى واقعيين، نتجوز ونعيش مع بعض. هنتغير، انت هتتغير وانا هتغير بعد ما نتجوز. طبعا هنتغير بس للاحسن. ما تضمنش. ده دايما زحمة قوي، كأن مصر كلها ركباه. شوف يا أمال، المفروض القطر ده ثلاث درجات، تقسيم طبيعي طبعا، لكن تبص بقى تلاقي ركاب الدرجة التانية زحفين وقاعدين في الدرجة الأولى، وكمان ركاب الدرجة التالتة عاملين كده برضو، تلاقيهم في الدرجة التانية، وكل ده طبعا بالمجاملة أو بالرشوة أو باستغفال الكمساري والمفتش. طب ليه ما يعملوش القطر كله درجة تانية؟ بدل ما يبقى فيه ناس فوق وناس تحت. ياه، ايه الافكار الخطيره دي؟ تكوني شيوعيه زي جوزك وانا مش عارف. هو اللي فكر في راحه الناس يبقى شيوعي؟ التفكير حلو بس المصيبه في التنفيذ. بتبتدي المساله براحه الناس وتنتهي براحتهم الشخصيه. عندك حق. ها؟ بتقول ايه؟ ولا حاجه، انت مش معايا. يا حبيبتي انت عارفة ان صفقة النهاردة مهمة بالنسبة لي ودماغي مشغولة بيها فعلا. يا كمال بيه الحانة، عوني بيه مصمم ياخد البيعة وصوته عالي قوي في المزاد. اتفقتوا مع الحاج رمضان؟ كلمناه وافق انه ينسحب من المزاد. والقول على كام دلوقتي؟ 200,000. ده حيبور ربع مليون وسيبوه يتدبس فيه. وزارسية علينا. معانا تبقى كسبانة بالمبلغ ده، لكن عوني لوحده هيتكشف. ده يمكن يفلس في الخطه دي. روح ارام وكلموني في البيت. حاضر. بتبصلي كده ليه؟ تخرب بيت صاحبك بكل بساطه ومنتهى الهدوء. الزمن ده ما عادش في حاجه اسمها اصحاب. صاحبك هو رصيدك في البنك. قد ايه انت اتغيرت يا كمال؟ زمان كنت بتقول إن رصيدك عند الناس في قلوبهم وعقولهم، عواطف وفهم مشترك ومصير مشترك ومش عارفة إيه كمان مشترك. وما كانش بيعجبك الكلام ده، كنت بتقولي علي عبيط، لازم يبقى عندنا رصيد في البنك. ما اتغلطش يا كمال، لما حبيتك واتجوزتك ما كانش حالتك غير رصيدك عند الناس. وما كنتش سعيدة بالرصيد ده، كان معاكي حق، كنا لسه شباب عايشين على الخيال. كان عندك مبادئ بتؤمن بيها وتدافع عنها. واتسجنت عشانها 7 سنين. حتى وانت في السجن كنت كمان اللي حبيته واتجوزته. انا كمان كنت بحب نفسي وهي مسجونه. واذا كنت اتغيرت ما اتغيرتش لوحدي، الدنيا كلها حواليا اتغيرت. انت كمان اتغيرت يا امان، وفوق كده انت اللي كنت بتطالبيني بالتغيير. ناسيه؟ طبعا زي عادتك، بعد كل مناقشه لازم اطلع عن المسؤوله.
انا مش عارفه انت ليه ما فضلتش في المحاماه. بعد ما طلعت من السجن لقيت زمايلي اللي كنت مؤمن بيهم بيبيعوا نفسهم للسلطه واحد ورا واحد، وانت من غير ما تقصدي شجعتيني على الطريق التاني ان اشتري السلطه، مش السلطه هي اللي تشتريني انا. لما كنت بسمع صوت كحتك في الخرابه في البيت القديم اللي كنا ساكنين فيه في حاره الهلاليه، فاكراه؟ كنت اعض في ايديا وابقى باكل في نفسي عشان اخلصك منه واحطك في فيلا بجنينه زي بيوت الحراميه بتوع السمسره والعمولات وكتير زيهم من بتوع المبادئ ومن بتوع القطاع العام. ساعات بتهيألي انك شخص غريب عمري ما عرفته قبل كده. انت ذاكرتك ضعيفه وبتنسي بسرعه. جميل مش كده؟ عجبتك اوضتك؟ اللي عجبني اكتر الباب ده. الباب ده هيتقفل. شفت موظف الاستقبال كان بيبص لي ازاي وهو بيقول ان في باب في الوسط بيفتح على الاوضتين. كان بيبص لك ازاي؟ بيوريني يعني انه فاهم كويس وبيقدم لنا خدمه. انت دايما كده تاخدي بالك من الحاجات الصغيره دي. دي مش حاجات صغيره يا محمود. بالعكس. انت هتعمليها قضيه اساسيه ولا ايه؟ اذا كان مش عاجبك الباب اقفليه. أمال أنا عايز أواجه العالم كله بعلاقتنا، عاوز أحضنك قدام الناس وأقول لهم إني بحبك وإنك بتحبيني. أنا مش مصدق إنك بتحبيني. بحبك. قوليها كمان مرة. خسارة مش هتفهمني. أنا بحبك بشروطي بشروطك. أنا موافق على كل شروطك. يبقى خلاص تحط مخك في المشروع اللي إحنا جايين هنا عشانه. نفسي أشوفك وإنت بتشتغل. عاوز افخر بيك يا اخي. امان من فوق الصخره دي هتقدري تشوفي منظر كامل للجزيرتين، وفتحي هيشرح لك المنطقة والمشروع على ما اخلص شغل مع المهندسين دول وحصلكم، اوكي؟ جزيرة سالم كانت مليانة معابد أثرية من أيام الفراعنة والرومان، وبعد ما اتبنى السد العالي كانت هتغرق كلها لولا ان احنا فكناها حته حته.
تصوري حوالي 40,000 حجر هتتنقل كلها ويتعاد تركيبها زي ما كانت بالظبط فوق الجزيره اللي هناك دي. إيجيليكا. وبعد كام 100 سنه هيبقى اسمها معابد إيجيليكا. والناس هتنسى اسم فيلة. طبعا. ده ما فاتت على المصريين اسامي ونسيوها. أكثر من 70 سنة والنوش دي كانت غرقانة في المية ومع ذلك فضلت واضحة بالشكل ده. ما هي دي عظمة مصر واللي فيها. زمان أيام المدرسة جينا رحلة للمعابد دي. بالمناسبة هما ليه سموها أنس الوجود؟ أصل فيه حكاية قديمة بتقول إن أنس الوجود بنت الملك حبت واحد من الشعب فأبوها زعل منها وخباها في جزيرة فيلة اللي شفناها. فضل حبيبها يدور عليها لغاية ما لقاها واتجوزوا وعاشوا سعداء مع بعض رغم انه كان جواز سبق. يا ترى ما كملوش المثالة دي ليه؟ يظهر اتشرخت منهم وهم بيقطعوها. خسارة. خسارة فعلا. شوفي شوفي ضخمة ازاي. هما كمان كانوا في غايه العظمه. لو ناس من بتوع دلوقتي كان زمانهم كلفتوها وسلموها وقالوا مالناش دعوه. عارفه يا امال؟ ثلاث سنين وانا بفكر في البحث بتاعي ده، وكل سنه كنت اجله للسنه اللي بعدها. دلوقتي وانت معايا حاسس اني هخلصه في شهرين. تعرف لما بتفرح كده بتبقى زي طفل صغير. على العموم الطفوله براءه. تعرفي قد ايه العالم يبقى سعيد لو الناس احتفظت بالطفوله جواها. أنا خايفة يا محمود، خايفة. عشان هتبقي مسؤولة عن طفل، عني؟ مش عايزة أبقى مسؤولة عن حد. تعبت. عاوزة حد يبقى مسؤول عني. قصة حب كبيرة واللي أكبر منها قصة الوفاء اللي فيها. في النص اليمين ده مدفون أغا خان والنص التاني ده فاضي مستني مراته اللي حبيته طول حياتها واللي لسه بتحبه وكل يوم تحط له الوردة دي. ايوه اتطلقها زي ما بقول لك كده. بعت جبت المأذون وخليته طلقني غصب عنه. هو انتوا لحقتوا تتجوزوا؟ شيء فظيع فظيع فظيع. انا مش مصدقه اللي شفته. كل ما افتكر جسمي يرتعش مخي يبقى هينفجر. المقرف المقرف. انا احكي لي ايه اللي حصل؟ ما اقدرش ما اقدرش يا امال. عمري ما كنت اتصور ان ده يحصل بعد الحب اللي حبيته له. الله لقيتيني اتجوز؟ يا ريت. امال ظبطيه بيخونك؟ ولا يهمك، ياما رجاله كتير بيطلعوا خاينين ولا اتكلم. يا ريته كان طلع واحد من الرجاله دول. عارفه كان بياخدني مع مين؟ مع راجل زيه، مش مع واحده ست. بتقولي ايه؟ مستحيل. زي ما بقول لك كده هو ده اللي حصل. بس ما تعيطيش.
تعيطيش. عندك حق، احنا لازم نبطل عياط، لازم نعود نفسنا نبقى سعداء من غير رجاله. يا حبيبتي ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده انت يوم ما اتجوزتي ما عملتلناش حفله بالشكل ده. ليه؟ هو حد بيحتفل بدخوله في القفص؟ ده احتفال بالحريه. حريه؟ الحريه قال حكم. هي الحريه ما بتجيش الا بالطلاق. ودي تبقى حريه؟ وفي راجل كابس على نفسك ليل ونهار في البيت؟ ما فيش راجل دلوقتي بيكبس على نفس ست. اول ما بيشقشق الفجر وافتح عيني الاقي جوزي ساقط في بنطلونه وراكب في كوبايه جزمته. متصربع يا ولدها، عايز يلحق السبق. هو جوزك بيراهن في السبق؟ ما تتعادي يا بنتين، انت هتستعبطي علينا. اه فهمت قصدك، علشان يلحق الاوتوبيس. يا بنت انت يا بنت، وتقولي لي جوزك مفلوس منك؟ ده انت تفلسي بلد. انا يا طنط. وبتقولي يا طنط؟ لا ده انت عايزه الواحد يقلع لك بقى. يا بنت انت ده انت متجوزه ثلاث اربع مرات وانا لسه ساقطه حضانه. مش جايز فعلا يا اعتماد تكوني بتزهقيه زي الستات ما بيعملوا، فبيخرج متصارب علشان ينسف بجلده منك ويلحق فرصته. بلا عبط بقى انت وهي، بلا فرصه بلا مرض، كلهم بيعملوا كده. وكل واحد يقول لك زحمه المواصلات او شغل اداره، وتلاقيه واخد ميعاد مع بنت مفروسه قدام جبليه القروض. واللي مش ماشي مع بنت من البنات اياهم بتوع المثوره دول، تلاقيه في النقابه بتاعته قاعد طول النهار يقول يمينا يسارا، ولا بقى قاعده في الوسط هتوقف. والله عندهم حق، بيطفشوا منكم. اهلا. قال يعني جوزها ما بيطفش؟ انا من زيكم، جوزي في حاله وانا في حالي، واحنا الاثنين متفقين. امال حاله خاصه فعلا، لكن الحقيقه هي كده، الرجاله بيطفشوا مننا ويقابلوا البنات المفاعيص حتى اللي شغلهم السياسه كمان. الرجاله بيهربوا من المسؤوليه، الحياه بقت صعبه وكلهم بياكلوا ببعض طول النهار، واللي بيفضل بياكله في البيت بالليل ده اذا فضل. ايه يا ابني المجله اللي عماله تبص فيها من الصبح دي؟ وريني كده. ياي ايه ده؟ دي صور رجاله بنات بصي. وروني اشوف. يا خرابي، وقاعده مستفرده به لوحدك وعماله تخميني من الصبح وتقولي لي فرصه ومرصه. يجنن يا بنات يجنن بقر الحرمان.
ايوه يا دكتور. الحمد لله نقدر دلوقتي نطمن. الحمد لله. كمال يلا بينا. يلا. كانت بتبان سعيدة. السعيد ما ينتحرش. مش عايزة اروح. النهار قرب يطلع، ما تيجي نفطر في الشيراتون. زمان كنا بنفطر في سيدنا الحسين، فاكر لما كنا بنخرج سوا في الفجر واحنا لسه متجوزين وساكنين في حارة الهلالية ونفطر فول سوا قبل ما تروح الشغل. فاكر طبعا، كنا نطلع من بيتنا في الفجر ولحد ما نوصل الميدان يكون النهار طلع. ما تتريقش، كانت ايام لذيذه ما تتعوضش. وحشك الفقر؟ لا وحشني الحب. نطلع اسكندريه دلوقتي. انت اتجننتي؟ ايوه ونفسي تتجنن معايا عشان خاطري. نعمل ايه بس في اسكندريه؟ ده احنا في عز الشتاء. نقضي هناك يومين في اللوكاندا القديمه اللي قضينا فيها شهر العسل. اوه بلاش لعب عيال، ده انا هموت. انا بتكلم جد، احنا بنبعد عن بعض يا كمال ولازم نلحق نفسنا. يا امان انا ورايا شغل. احنا بقالنا كتير ما سافرناش مع بعض. أوعدك نبقى نسافر أسبوع بحاله، مش يومين وبس. هيكون فات الوقت. زي ما هي ما اتغيرتش. كأننا كنا هنا امبارح. معلش ولا يهمك، احنا برضو بخيالنا ممكن نخليها جنة. ليه بس؟ هو احنا علينا ذنب بنخلصه؟ ما اللوكاندات كتير فاضية جنبينا. ايه يا كمال؟ احنا جايين مخصوص عشان ننزل في الأوضة دي اللي اتجوزنا فيها، ومش هنقعد فيها على طول. امال هنروح فين؟ هنطير على البحر. بحر؟ في الوقت ده؟ كمال البس المايو تعال ننزل البحر، المية تجنن. بحر ايه في عز الشتاء؟ انت عايز انا اعيط؟ انت بقيت عجوز بصحيح. على فكرة اوعى تعجز بجد، لحسن هتفش منك واحب ولد صغير. ما انا عارف. عارف ايه؟ في ستات ما بيحبوش الرجالة لما بيعجزوا عشان بيحسوا ان عواطفهم عجزت معاهم. متأسفة يا كمال، اللي بيروح ما بيرجعش. أنا مش قادرة؟ إيه اللي أنت عايزاه يرجع بالظبط؟ أديني طوعتك وسبت أشغالي عشان أجي هنا غصب عني، وبرضه مش عاجب. أنت عايزاني أعمل إيه؟ ولا حاجة. ما تفوقي بقى من الخيال اللي أنت عايشة فيه ده. ما عادش ممكن أقعد أتنطط حواليكي زي البهلوان وأتغزل فيكي زي ما بيعملوا العيال المراهقين دلوقتي. خلاص يا سيدي ما تزعلش، قلت لك متأسفة. يلا بينا. يمكن لو كنا خلفنا ما كانش ده بقى حلنا، كانت حياتنا تبقى غنية. لكن امتى كنا هنخلف؟ وانا كنت بخرج من السجن عشان ارجع له تاني. لكن يا خسارة، كل ده كان من غير فايدة. كفاية كده، يلا بينا. عاجبك كده؟ اديك عيتين فيها اسبوعين على الاقل في السرير.
ادي اخرك خيالك السخيف اللي مش قادره تخلصي منه. بفكر في حاجات نفسي انساها. نفسي اعرفها. يا ريت تفضل زي ما شفتك اول مره. ما تتغيرش يا محمود. ما في، انت زمانك معاها خلاص انتهى. اطلعي ده. ساكتة ليه؟ ما قلت لك على كل اللي حصل. أمال خلاص ما عادتش طايقاك. كشفتك هي برضه زي البلد ما كشفتك. ودلوقتي عايزاني أنا اللي أسعدها. أنا اللي بحبها. ساكتة ليه؟ ساكتة ليه؟ أمال؟ حاولت كتير أكلمك قبل كده، لكن عمرك ما كنت بتسمع غير نفسك وبس. يعني إيه؟ إحنا حياتنا انتهت مع بعض من زمان، ومن غير ما تحس. بكرهك. بكرهك قد ما بحبها بالظبط. اللي يقدر يكره بالشكل ده مش ممكن يحب ابدا. اعتبر اللي بيننا انتهى خلاص. انت بتقولي ايه؟ اللي انا عملته ده عشان بحبك. فاهمة يعني ايه بحبك؟ انت ما تعرفش تحب حد يا محمود. انت هتبقى زي كمال بالظبط. مش هتبقى. انت برضه عايز تاخده بس. كل واحد فيكم بيحب نفسه. محدش بيحبني. وانا مش ممكن اسيب كمال عشان كمال تاني.